السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عامل الفيديو ده النهاردة علشان ادردش معاكم ونتكلم سوا وأقول لكم كل سنة وانتم طيبين وننشد ونشوف يعني في حاجات معينة يعني عايزين تسمعوها فننشدها سوا، ولو في أي حد عنده أسئلة كده سريعة عامة أو خاصة يعني نقدر نجاوب عليها ان شاء الله ونتكلم معاكم. بتبسط قوي بالتواصل المباشر ده وبتبسط اكتر يعني بالاسئله والاستفسارات والكلام اللي رايح جاي ما بيننا. ربنا يا رب يديم علينا نعمه الوصل، انه الوصل والوصال ده نعمه من نعمه سبحانه وتعالى. هيكون ان شاء الله التواصل الدايم مع حضراتكم عن طريق البيج، عن طريق اللي هي الصفحه الرسميه يعني مصطفى عاطف بيج، لانه يمكن حضراتكم يعني سمعتوا ما عرفتم او ما عرفتوش انه انا كان عندي اكاونت شخصي والاكاونت شخصي مقفول حاليا، فما عنديش اي حاجه خالص 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 على فيسبوك غير مصطفى عاطف بيج اللي هي فيريفايد فيها العلامه الزرقاء في الجنب دي، فهي دي بس اللي فيها تواصل. يعني بدات ناس كتير الحمد لله بنتكلم معاها، ربنا يكرمك يا رب. الناس اللي بتقول احلى صوت حبيبي المحترم ربنا يكرمكم ويحفظكم. انا اصلا بالدعوات دي يعني الواحد بيبقى كده بتترد فيه الروح والله، وبيحس بقوه اكتر وهمه اكتر وشغل اكتر. يمكن اول مره اصلا اعمل لقاء زي ده على فيسبوك لايف، يعني ان احنا نتكلم كده وناخد وندي مع بعض في الكلام، فانا مبسوط ومتحمس جدا. يعني اي حاجه تيجي منك تمام يا فنان، شكرا، احنا بنفرح جدا. دارك مسا كل اسئله، انت انسان محترم، مكه للمدينه، ربنا يحفظك ربنا يكرمكم والله يا جماعه ويبارك فيكم بجد. يعني انا مبسوط. عاري ومصطفى عاطف فاين الحمد لله زي الفل، ربنا يكرمكم. في ناس طلبت مكه للمدينه، ممكن نقول منها حته صغيره وبعدين نكمل دردشه يعني واجابه على الاسئله. من مكة للمدينة هاجر سيدنا وصاحبه، صاحبه الصديق أبو بكر رضي الله عنه، هاجر نبينا المصطفى صلوا عليه. من بعد ما الكفار اتفقوا على قتله، جم حصروا بيته قالوا جي أوانه، والليلة دي هينتهي زمانه، فدا الإمام علي ونم مكانه، علي بن عمه كرم الله وجهه. من مكة للمدينة هاجر سيدنا وصاحبه، صاحبه الصديق أبو بكر رضي الله عنه، هاجر نبينا المصطفى صلوا عليه. من بعد ما الكفار اتفقوا على قتله صلى الله عليه وسلم. شكلها مفرح قوي الحقيقه، القلوب الكتير اللي طالعه على الشاشه قدامي دلوقتي، ربنا يكرمكم يا رب ويزيدكم محبه وحب. بعدين انا يعني حبيت انه اللقاء ده يكون في البلكونه، ده اكتر مكان بحبه يعني في بيتنا الحقيقه، اكتر مكان بحبه عموما، يعني اي مكان بروحه البلكونه شيء مهم، انا قابلتكم في اكتر مكان بحبه. يعني ناس كتير بتشكر بتقول ما شاء الله ربنا يكرمكم، اغنية صبرا جميلا يا كانت من، شكرا حبيبي، اول مرة اشوف حضرتك، شكرا جزيلا، ربنا يوفقك حبيبي يا درش، الله يحفظكم ويبارك فيكم يا رب، ربنا يعني يكرمكم، بحبك زي ابني، الله يحفظكم ويبارك فيكم. ممكن انشودة مغربية، حد بيطلب انشودة مغربية، هو في طبعا انشودة مغربية احنا كنا بنقولها قبل كده، انا كنت بحبها قوي، وهي من المفاجآت القادمة إن شاء الله إنها هتكون طالعة بشكل مختلف يعني وجديد. يا قلبي ثق بالله فهو المعطي المانع، وارضى بقضاء الله وإنك لله راجع، ماذا ماذا